اهلا بيكم. احنا كمعشر الاطباء لما بنقرب من فكر الناس بنفاجئ احيانا ببعض الافكار المغلوطه، من ضمنها مثلا ان في ستات كتير ورجاله عندهم اعتقاد انه في تاخر انجاب هتروح تعمل حقن مجهري النهارده، كمان فتره معينه هتبقى حامل، خلاص الموضوع منتهي. واحيانا في الاسره يقولوا جمل هي فيها نوع من التلطيف على المشكله، في تاخر انجاب بقالهم فتره، فيتقال لهم يا عم روح اعمل حقن مجهري خلاص الموضوع مضمون جدا 100%، ما فيش حاجه في الطب اسمها 100% وما فيش حاجه في الحقن المجهري اسمها 100%. فبتكون في مشكله نفسيه نسبيه لما يحصل لا قدر فشل في تجربه من تجارب الحقن المجهري. العلم واحنا علمناكم هنا انه فشل حقن مجهري مره او اتنين ده مش معناها انه ما فيش امل، بل بالعكس كل مره يفشل فيها الحقن المجهري بيعطيك الى حد ما معلومات معينه مهمه جدا، بس استغلها انت، اقصد انت المنظومه الطبيه اللي بتتعامل مع الحقن المجهري لو هي محترفه. النهارده الكلمه صعبه لكن مهمه قوي ولازم نفسرها ونقرب منها، تكرار فشل الحقن المجهري كلمه تقيله، ريبيتد فيلير. فيلير في الطب اساسا كلمه رزله، فشل رخمه. هنفهم الفشل ده هل هو نهايه المطاف، واذا تكرر هل ده اند بوينت خلاص انتهت القصه ولا في امل وبارقه سيبدا معها طريق من النجاح. هنفهم الكلام ده النهارده مع ضيفي العزيز الذي يبدع دائما في حواره، صاحب الخبره الرائعه والاداء المهني والفني المتميز للغايه، ضيفي العزيز اللي اسعد جدا بالحوار العلمي معه وصاحب المقام المتميز الاستاذ الدكتور محمد مقبل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا منى؟ منى انتوا دخلتوا في العلاقات العامه بتقولوا انكم لكم 14 سنه متجوزين وما حصلش حمل خالص، وبعدين انتوا الدوره منتظم معاكي لها 23 يوم وعملت تنظيف قبل كده وعملت مرتين حقن مجهري. بقى لي 14 سنه متجوزه، وزي اي ست كان نفسي في خلفه وام وعيال، بس ربنا ما اردش. احنا طبعا هنعمل باذن الله حقن مجهري لثالث مره، بس دي اول مره عندنا. هي المشكله طبعا فيها نوع من التحدي النفسي شويه، ان المدام بقى لها 14 سنه وداخت، وتاكيد اتبهدلوا في العلاج وكده 14 سنه، متخيلين عملوا ايه. المشكله اللي قدامي دلوقتي ان المبيض فعلا هنا ضعيف قوي، مش هجيب لي بيضات كتيره، وانها فعلا عملت مرتين وما كانش بيتم تخصيب كويس البيضات، مره ما خصبتش خالص ومره زرعت اتنين. دي تحدي ليا على اساس ان ممكن برضو يحصل نفس المشكله معايا، فعايزه مجهود. فوصلت للدكتور محمد مقبل والحمد لله، شخص الحاله فقال حقني مجهري، ومشينا مع خطوه بخطوه، والعلاج والزوج علاج وانا علاج، والحمد لله عملنا منزل رحمي، والحمد لله الدكتور عمل لنا الإشعة العملية وحصل حمل الحمد لله، وأنا دلوقتي حامل وربنا يكرمني يا رب إن شاء الله بإذن الله. النهارده وعايزه كل الناس تدعي لي، يعني احساس اول مره احسه، والحمد لله يعني عايزه الناس كلها تدعي لي وتقف جنبي ان بنتي تقوم بخير وسلامه. We'll be right back.
ال 14 بويضه استاذ احمد طلعتهم ما طلعليش غير بويضه واحده بس اللي كويسه، فديت قلقتني اكتر. يبقى في فعلا مشكله جينيه هنا، ده في مشكله في الجينات بتاعت السيده ديت غالبا. ف ما اتخصبش غير جنين واحد، توكلت على الله وزرعته، وكانت المفاجاه والفرحه الكبيره ان فعلا الجنين ده ثبت وحصل حمل. كنت خايف لا يحصل اجهاض او يحصل تشوهات، كل دواري لاي انسان، فديت بالذات الفرصه الوحيده. فهنا بقيت عامل احتياطات زياده عن اللزوم، والنهارده انا قررت ان انا اعمل لها العمليه، ما استناش لما تخلص الشهر التاسع. وبفضل الله انتوا زي ما شفتوا البنت طالعه سليمه وزي الفل. الحمد لله، طبعا فرحة ما توصفش ان ربنا كرمني بعد 15 سنة، وكرم ربنا كبير فعلا علينا، والحمد لله ان هو رضاني ورضا زوجتي، وربنا يدومها علينا نعمة يا رب، وربنا يطرح فيها البركة. طيب العزيز الأستاذ دكتور محمد مقبل، استشاري ودكتور علاج تأخر الإنجاب، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، ورئيس مجلس إدارة مراكز ومستشفيات ألف علاج العقم. أهلا بك يا دكتور مقبل. أهلا بك. تجربة وقصة مثيرة جدا، 14 سنة تأخر إنجاب، وقت مش قصير. الأكثر قسوة هو تكرار فشل الحمل المجاري، والقصة المثيرة جدا قصة انه لا ده انا سيبك تحكيها لي بقى، لان ده بويضه واحده او جنين واحد تقريبا اللي كان سليم في الاجنه. احكي لي بقى القصه ايه. اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. دي من الحالات اللي انا بعتز بيها، وانا بزعم ان مركزنا في القاهره وسوهاج واسكندريه اكثر ما بيتعالجوا حاجتين احنا ناجحين فيهم قوي. لما بتفشى حالات وبتجي لنا بندرسها كويس وبتنجح معانا نسبه كبيره، مش كله. حاجة تانية جنس المولود، حقيقة أنا فخور جدا بالحالة ديت إن ربنا كرمني بها. لا أزعم إن أنا يعني عبقري ولا بتاع، لكن أنا دعيت كرم من عند ربنا. دعيت ربنا. ولا تقول لنا لشيء إن فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لو أنت شفت في التقرير لما جتني ستي دي أول مرة ومرتين، مرة ما البويضات بتاعتها فاضية، إيمتي فوليكل سندروم بتبقى صعبة قوي، والتانية والمرة التانية خاصة الكيس فاضي، الكيس بتاع البويضه ما فيهوش بويضه، الحويصله ما فيهاش بويضه، والمره الثانيه زرعت اتنين وما نجحتش. فعيب عليا يعني، برضو الناس جايه لك بقى واقعين بمعنى الكلمه، تعبانين قوي، فقد الثقه ان ممكن انها تحمل. الست دي ما بتنامش، لان ايميتي فوليكل سندروم عند الستات اللي سمعانه وبيقولوا لها البويضات فاضيه وفارغه مره واتنين وثلاثه، دي ما بتنامش، دي بتفقد الامل، فانا بحس بيها قوي. فهنا انا لما شفتها قلت لها انا اتحدى، بس انا بختم الكلمه دي من نفسي، مش بتحدى يعني ان انا بقيت انت بتديها أمل. بقول يا رب. انا برضو بقول يا رب، والكلمه بتدي امل يعني، بتعمل بلغات الناس، وبقول يا رب حقيقه، لكن بتحدى نفسي ان انا اعمل ذا بيست. وفعلا الست دي كان المخزون بتاعها ضعيف جدا، واديتها علاج. انا كنت بسهر بالليل اقعد ادرس اديها ايه الحقيقه والله، وأهدي لها ديت وبلاش ديت، تدي لها الجرعة ديت وبلاش ديت. وتدرس كمان، مش حكاية إنك تدي علاج إيه بس يا دكتور أيمن، أنت هتدي تريجر حقنة التفجير المجازية، هتدي لها إمتى؟ دي 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 خطيرة جدا يعني، مش أي دكتور كده بيدي خلاص بيوصل 17 18 بتدي، لا ليها حاجات كتيرة قوي بتقعد تقيم. لا أنا أخرها يومين، لا أنا بدي لها يوم، وبعدين هتسحب الساعة كام؟ هتسحب على 34 35 36 38، بتقعد تفكر في الحالات اللي سبيشال دي. دي حاجه خاصه جدا، حاله عايزه رعايه شديده قوي، حاله لو ما نجحتش المره دي الست دي هتتدمر ثالث مره. هتقول لها ايه؟ هتقول لها برضو قيمتي؟ جابت 12 بويضه، دخلت اسحب، اهتميت بيها جدا في السعر، اسحب ما فيش، ورطت نفسي، اتخذت عهد وقلت انا اتحدى. زعلت، بويضه واحده يا دكتور ايمن، بويضه واحده لقيتها في السحب، لقيتها كويسه والله. قعدت الليل كله ما نمت. تاني يوم اتصلت، يا جماعه لكن خصبت البويضه، قالوا لي خصبت يا رب. زرعتها على 48 ساعه، مش 3 ايام ولا 4 ولا 5، هي ما تزرعها بدري افضل.
وديتها العلاج المناسب واهتميت بها جدا نفسيا الست دي هنا، كانت الفرحة ان حصل حمل والهرمون 136 مش عالي يعني، برضو قلق فرحت حاجة فرحة ست من ثالث مرة حملت، اسمها حملت حتى هي عاد إليها الأمل. ربنا كرمنا الحمل مشى واهتميت بها بزيادة عن اللزوم، بيتخايف زي ما انا بقول يحصل لها اجهاض، يحصل لها مشاكل تشوهات. هو ده في التعبير الطبي اللي بقول بريشس بيبي، اللي هو بريشس بيبي، وكل طفل بريشس، بس ده بقى فعلا علميا تقريبا مش يمكن هي تسمعنا، يمكن دي اخر فرصه ليها. سن تعرف بويضه واحده يعني مره جايه اجيب بويضه برضو، ما انتش عارف. فربنا كرمنا وجيت يوم الولاده، وزي ما انتم شايفين كنت قلقان ومتوتر ان البنت. انت كنت فرحان بعد ما طلعت البنت؟ فرحت قوي. استريحت. ما انت بص يا ريس، بعد الولاده استريحت. بص يا ريس، في مقوله بتقول ان اللي بيعلم عالم بسيط كده على قده بيبقى واثق من نفسه جدا لانه مش عارف حاجه. كل ما علمك زاد ما تقدرش تاخد قرار بسرعه، اصل ممكن يحصل كذا، اصل ممكن يحصل. يعني العلماء الكبار اللي قوي ما يقدرش ياخد قرار يقول لك والله 100% كده، لكن الطبيب اللي هو الامتياز يقول لك والله كده ده هتنجح. فانت بتبقى الان وربنا كرمني في ان ثالث مره محاوله، الست من بويضه واحده من 12، والبويضه دي تتخصب كويس وتزرع 48 ساعه وتدينا المولود اللي ربنا يبارك لهم فيها. في الطب في مواقف كثيره طبيه اشبه بقصص اجاثا كريستي، وطبعا الجيل الجديد ما يعرفش مين هي اجاثا كريستي، هي صاحبه اشهر قصص بولسيه. دايما كان بيبقى كذا متهم بالقتل او كذا متهم بالجاني، فاحنا مش عارفين مين من الجاني. كذلك هنا في حاله تكرار فشل الحقل المجهري، هذا نموذج لقصص بوليسيه خاصه باجاثا كريستي. من الجاني في تكرار الفشل المتكرر او حدوث فشل متكرر للحقل المجهري؟ لا بقى يعني اتكلم شويه عن اجاثا كريستي بقى عن الطب شويه. احنا الجيل بتاعنا بقى كان هو بقى اجاثا كريستي دي يا ريس كانت ست غلبانه قوي وحبت واحد زي الدكتور ايمن كده وهامت به الله يخليك واتجوزت رغما عن اهلها. حبوا بعض حوالي 10 12 سنه، جاء قال لها يا اجاثا انا بحب واحده تانية وهتجوزها واسيبك. الست داخل، انت عارف القصه دي؟ عارفها طبعا. الست يعني عاشت حياه كانت عايزه تنتحر. المهم حبت تهرب من انجلترا خالص، هربت وراحت العراق، قابلت واحد عالم اثار اتجوزته، شجعها انها تكتب، قال لها اكتبي. كتبت وكانت بقت اجاثا كريستي. حبيبي تكرار الفشل ده له اكتر من الف عامل، عامل في الزوج مهم جدا، عامل في الاهل، عامل في الزوجه، عامل في المركز، عامل في الطبيب المشرف على البروتوكول، عامل في طبيب الاجنه في نقل الاجنه فيما بعد، لان دي كل دي عوامل. اي غلطه بسيطه متهمين كثير، اي غلطه بسيطه بتضيع التعب ده كله. ايه القصه بقى؟ هي فعلا اشبه بقصص اجاثا كريستي الحكايه دي؟ نمسك الزوج المدخن، الزوج اللي نرفوز على مراته، اللي كل شويه منرفزها، اللي كل شويه انت خربت بيته وبيت ابويا او كان زي ما اتجوزت، ده بيدمر ست وبيخليها ما يثبتش الاجنه. حماتها اللي بتقعد تقول لها كل شويه يا ابني كنت اتجوزتك، ده بيدمر الست وخلاها ما تحملش، بيمنع نجاح الحمل. شوف ده حاجات بسيطه بقى، اكل الزوجه واكل الزوج دي كلها، يخشوا التدخين والاخرس المدخنه كلها، الدكتور ما عندوش خبره، بروتوكول لونج بروتوكول اكتب كذا حاجه ثابته، خدي تك تك تك، ما ينفعش. لابد تفصل بدله كويس والا هتطلع وحشه. يعني بفصل على كل حاله، مش كل الناس بدلته ما تنفعش لك يا دكتور ايمن. كل واحد له بدلته. كل واحد له تفصيله طبيه، له تفصيل. والمريض في كل دوره له تفصيل غير الدوره اللي فاتت. انت بتقول ما انا بقعد افكر عملت ايه وما عملتش ايه وايه، ما بلاش ديت، بقول لك ازاي هتدي الحقنه بس بتاع التفجير دي مشكله كبيره، هتديها النهارده ولا بكره، اخر يوم ولا قدم يوم. كمان هسحب البويضات على 34 ولا على 38 ساعه، دي بتفرق. هزرع تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، خامس يوم، الناس كلها يقول لك خامس يوم، ما هي تاني يوم ما ينفعلاش خامس يوم دي، يعني ده جنين واحد، استنى ايه؟ دخله جوه يرزق في مكانه الطبيعي. طبيب الاجنه، معمل نفسه البوليوشن اللي فيه، التلوث اللي في المعمل، البرفان اللي الست جايه تنقل وحتى برفان وهي جايه الصبح، ضيعت العمليه. ضيعت العمليه.
الدكتور النايب بتاعي اللي جاي وحاطط برفانات وهيقابل عروسته بعد ما يطلع من عندي من الشغل ضيع العمليه. البوليوشن ده مهم جدا. شوف لدرجه البرفانات ما بالك بقى اللي بتنظف بيه العمليات والحاجات دي كلها. دكتور الاجنه، دكتور ما جنة لابد ايده تكون مدربه وماهر جدا جدا. دكتور تديله بيضه يديك جنين، ده دكتور ممتاز. دكتور تديله 12 بيضه يديك جنين واحد، ده تعبان. تحصل ده تعبان. الدكتور اللي بينقل لك الجندي المجهول ده، الدكتور الامبيرولوجي بينقل لك الجنين، ياخد ميديا قد ايه؟ مده قد ايه؟ قليل شويه بينشف، كتير شويه بيطير ويخرج تاني زي ما انت شايف في الديمو ده. لو انت حطيت كميه اكتر هيرجع بالجنين، كميه قليله هيلزق الجنين في القسطره. الدكتور هو بينقل لك كده بنقلته منه وبينقل على الستيشن ورك ستيشن بدرجة حرارة بأكسجين معين بسي او تو معين، وبيديها لي الفترة الوجيزة ديت بيتعرض لصدمة حرارية، لو بتبقى سريع جدا صدمة حرارية بيموت. مش كنا زمان يقول لك انت تطلع من الدفع اللي انت فيه للبر بتاخد بر، هو الجنين امر من كده. الجنين اضعف كده، هزة بسيطة كده في القسطرة بتتنقل طار الجنين في الارض. تزرع بقى، تقوم انت تزرع تخش بعنف، تخش مش سموث قوي، تهيج بطانه الرحم تطرد لك الجن. حاجه كتير يا دكتور لابد تبقى انترستد بيها. انت عشان تدي نتائج قلت لنا حاجات مهمه جدا، وفعلا يعني احنا ننتمي الى جيل قارئ لأجاثا كريستي، وهو فعلا باسلوب انت قلت مجرمين ما يخطروش على بال حد. ايوه، ومجرمين رغم ان هم يبدو شيء بسيط جدا لكن هو فعلا سبب في فشل تكرار. هل اذا تكرر الفشل يتقلل الكابلز دول مفيش امل؟ لا، اذا تكرر الفشل بعد ما اداني جنين كويس وبزرعه لابد اعمل البي جي ديل والفحص الوراثي لاجنه، لان بيطلع نسبه منهم كبيره عندها تشوهات، فاختار الجنين السليم وازرعه ان شاء الله واحد احسن من 10. كم مره نقدر نعمل تكرار للحالة المجهري تقريبا، ولا تختلف من كام شخص من كابلز انا عندي حاله جت عملت 8 مرات وفشلت، وجت عملت لها من اول مره حملت. انا جاتني حاله من الامارات عامله 21 مره في امريكا وفرنسا و و و وعملت لها ونجحت. انا عندي حاله عملناها انا وانت هنا ظهرناها للجمهور اللي هي عملت في المانيا وفرنسا و20 ل 16 ل 21 واسبانيا وربنا كرمها. فلا يعني لا يأس، يعني الراجل اللي عمل اول حاله 101 هي اللي نجحت. التجربه 101 101 هي اللي نجحت. برضو البرقيه التوصيه الاساسيه التي تريد ان تضعها امام اعين اكثر من البرقيه، هسيب لحضرتك حريه اختيار من توجه له هذه البرقيه ومحتوى البرقيه تحت عنوان في كل مره تكرار فشل حال المجهري. اول برقيه بقولها للزوج، الزوج لابد ان هو يهتم بنفسه، امراضه، بتدخينه، بمخدراته، لانه عامل كبير جدا. يبعد عن الحاجات دي، يتوقف تماما لصحته لدينه ولمستقبله وللعمليه حتى وقت العمليه، ويبقى يرجع تاني لمصيبته مصايبه. يهتم بزوجته قوي، بلاش التهريج اللي هو ما بيزعل. يعني دايما احنا بنقعد نضحك مع زوجتك وتقول لها والله حظي الاسود، انا كنت اتجوزت، انا كنت وفرت على نفسي، حتى وانت بتضحك معاها ده بيحرقها. بيحرق الست. الست حساسه وبيطلع يا دكتور، الست كائن حساس جدا جدا، بيطلع النوكشس هرمونز اللي انت عارفها، الادرينالين ونور ادرينالين والكورتيزون والحاجات دي، هوب راح من قبض طرد الجنين. يوم ترونه تضع كل ذات حمل حملها، الخوف من كتر الرعب اللي بتحمل بتنزل حي من الخوف. ما هو ده، هو ده على مصغر الحمى تبعد عنه حمى. يا ريت الزوجين ما يعملوا ما يعرفوش حد. والله ده البرقيه الاولى. البرقيه الثانيه، البرقيه الثانيه التمسك بالامل في الله سبحانه وتعالى. انا عندي نوعين من المرض، نوع عمره ما هيخلف بالتقنيات الحديثه، ده اعرفه خلاص، اقول له ما يقعدش بقى يقول لي بقى سحر ويروح للعفاريت والعشابين والكلام ده كله.
النوع الثاني فيك امل يا سيدي بس صبر، المره دي ما جاتش، المره الجايه فيه اخبط 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 لغايه ما باب ربنا يفتح لك. هو ده حقيقة. أنا يعني أنا ليا بقى معاك يعني عن الدجل في الطب. جاتني عندك وقت ولو دقيقة؟ جاتني من اللي بيجوا في الواتساب ده دكتور عنوانها الحلقة طبيب طالب طب يكتشف علاج للسكر ومفاده بقى جاي عامل في مؤتمر كبير جدا انا اعتقد انه متفبرك وطالع اقول انا حاصل على الدكتوراه. يعني انت طالب طب ولا حاصل على الدكتوراه والدكتوراه في ايه بالظبط ما قالوش. وطالع بقى وعامل بروباجندا انا اكتشفت علاج للسكر. والجامعه لما حبيت اعمل البحث بتاعي الجامعه قالت ان احنا هنسحب منك الام دي الدكتوراه. وعلشان كده انا بقول لكم انتوا علشان ده نصاب مجنون. لا بس المنظر اللي جايبينه نصاب مجنون. ايه بقى قال خدوا التحليل بتاعي طلع سكر اعتقد انا شفت حاجه كده 183 قام حاطط عليه الفراكتوز طلع 98 قال لهم خلاص تاكل سكر الفواكه السكر يروح في خلال اسبوع. ده مجنون انا عارف الحلقه الشخصيه شفته ده شفته ده بس مش مصري. لا انت مش مصري. ومتفبرك ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ولا يمكن حد يكتشف الا المتخصص. للاسف دي حكايه العشابين بقى اللي راح قال للراجل اللي عنده رينال فيلير بطل الغسيل الكلوي وتعالى اداله اعشاب فيها كورتيزون الراجل صح قوي وبقى زي الفل كده شهر ومات. لا ده في ناس من بعد اول تناول عشبي ماتوا والناس منهم كانوا عرفهم كويس جدا يعني للاسف فقدوا حياتهم بسبب الاعشاب بسبب الدجالين دول. نورت يا فندم كالعاده وجودك معانا شرف كبير لينا ودايما حلقاتك ممتعه مثيره دايما لا تخلو من يعني فتح القلب الكامل لواقع ونقاط مهمه جدا بطريقه ممتعه للغايه انا بنتظرها واكيد جمهورك كله بنتظرها. نورت دكتور مقبل وشرف كبير لنا هذه الزياره. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد مقبل كان في الدكتور خليكوا دايما مع دكتور.